هنا في ساحة النهر في بنغازي تظاهرات واحتجاجات ضد قانون الانتخابات الذي لا يراعي المساواه بين الأقاليم في ليبيا وفق رأيهم، يرفعون شعارات وصفوا فيها الانتخابات بالقذافية. نحن نحتج على المؤتمر إجمالا، المؤتمر سواء في توزيع المقاعد والله في رسم الدوائر والله في الآليات المنظمة اللي داخل المؤتمر. احنا نطلب تسوية مقاعد المؤتمر الوطني بحيث تكون بالتساوي ما بين برقة وطرابلس وإقليم فزان. النساء أيضا شاركنا في تظاهرات رددنا فيها دعمهن للفيدرالية. معارضو إجراء الانتخابات قطعوا الطرق وكذلك مصدقوا صور المرشحين وداسوا عليها تعبيرا عن غضبهم. هذه البطاقات هي لناخبين في بنغازي يرفضون الاقتراع ويرفضون العملية الانتخابية وفق القانون الجاري، وهم يعتبرون أن هذا القانون لا يساوم بين الأقاليم. هم يعتصمون ويتظاهرون احتجاجا على العملية الانتخابية ويقطعون بعض الطرق ويصل عددهم إلى آلاف الناخبين. في الجهة المقابلة تظاهرة أخرى في ساحة التحرير تعلو فيها هتافات داعية إلى احترام الآليات الدستورية وحق الاقتراع. ما فيش فدرالي، جايين للتصعيد ومنتصرين وما شاء الله وهذا عيدنا اليوم السعيد. وما بين الساحتين قوى أمنية تخشى تفاقم الأوضاع الميدانية وتشدد على أن التخريب ممنوع وسيتم التعاطي معه بحزم. من بنغازي شرق ليبيا، جو خولي، سكاي نيوز عربية.